مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. في بداية الأسبوع هناك زخات رعدية من مطر في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، وتصل إلى الإمارات وقطر وأيضا البحرين وبالتالي إلى عمان، ثم بعد ذلك تخف حدة الأمطار وتتناقص تدريجيا فرص الأمطار يوم الاثنين والثلاثاء في المملكة العربية السعودية، لكن يتجدد الهطول يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة بإذن الله في مختلف مناطق المملكة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد في المملكة. يوم الأحد الأجواء في المناطق الشمالية الشرقية مشمسة والحرارة العظمى 20، أجواء لطيفة في النهار، باردة نسبيا ليلا، الصغرى 7. المنطقة الشمالية الشرقية غائمة جزئيا وفرصة لزخات متفرقة من مطر 16 إلى 7. المنطقة الشرقية غائمة جزئيا إلى غائمة مع زخات رعدية، وأحيانا تكون الأمطار غزيرة خاصة ليلة الأحد على الاثنين، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجرعان السيول في الأماكن المنخفضة 21 إلى 14. والمنطقة الوسطى أيضا غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من مطر، أحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول 26 إلى 12. المنطقة الغربية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29 إلى 20. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا إلى غائمة مع أمطار متفرقة والعظمى 15 والصغرى 12 درجة مئوية. يوم الاثنين، تتناقص فرص الأمطار في المناطق الشمالية ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث بتكون الأجواء لطيفة بالنهار تميل إلى البرودة ليلا. الشمالية الغربية العظمى 22 والصغرى 9. الشمالية الشرقية 19 10. المنطقة الشرقية غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر، والعظمى 22 والصغرى 15. والمنطقة الوسطى لطيفة نهارا إلى غائمة جزئيا وباردة نسبيا ليلا، بتكون العظمى بحدود 20 والصغرى 11 درجة. والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 32 23. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة وأمطار متفرقة أحيانا، العظمى 18 والصغرى 13 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 25 والصغرى 9، لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا. وكذلك الشمالية الشرقية 21 العظمى والصغرى 12. أما المنطقة الشرقية 23 العظمى والصغرى 15. والمنطقة الوسطى العظمى 23، أجواء لطيفة بالنهار لكنها باردة نسبيا ليلا، والصغرى 12 درجة. أما المنطقة الغربية والجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر، العظمى المتوقعة في المناطق الغربية 31 والصغرى 25. أحيانا الأمطار تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، وأحيانا تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد. والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا وأمطار متفرقة، العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية. يوم الأربعاء يتجدد هطول الأمطار في المناطق الشمالية والغربية أيضا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. الشمالية الغربية غائمة جزئيا وزخات رعدية من مطر 21 10. والشمالية الشرقية 26 إلى 11، غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر. والمنطقة الغربية أيضا غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر 32 25. والمنطقة الجنوبية الغربية زخات من المطر أحيانا رعدية بتكون 20 إلى 14. هذه الأمطار قد تكون أحيانا غزيرة خاصة في المناطق الشمالية
والغربية أيضا، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، وأحيانا تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد. لكن المنطقتين الشرقية والوسطى أجواء لطيفة في النهار لكنها تميل قليلا إلى البرودة بالليل. المنطقة الشرقية العظمى 24 والصغرى 16، والمنطقة الوسطى العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية. يوم الخميس تضعف فرصة هطول الأمطار في بعض المناطق، بتكون الأجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية الغربية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة العظمى 17 والصغرى 8، المنطقة الشمالية الشرقية 21-11، المنطقة الشرقية غائمة جزئيا 26-18، والمنطقة الوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-19. أما المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى في المنطقة الغربية 28 والصغرى 21، أما المنطقة الجنوبية الغربية العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية. يوم الجمعة استمرار الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في المناطق الشمالية والغربية من المملكة، ولكن المناطق الشمالية تسقط زخات متفرقة من المطر على فترات. المنطقة الشمالية الغربية غائمة جزئيا مع أمطار متفرقة العظمى 17 والصغرى 7، أجواء باردة نسبيا، كذلك أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع أمطار في المنطقة الشمالية الشرقية العظمى 18 والصغرى 8، المنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 28-18، والمنطقة الوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا 32-16، والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 26-20، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع أمطار متفرقة أحيانا 18-13 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.